فاكر شاكر سليمان بيه بقى ينفذ الاوامر بالحرف. مش ناقص غير انك ترمي له الكره يجري يجيبها لك ببقه. مالك يا سليمان بيه؟ الحقيقه يا حبيبي انا جالك في موضوع شخصي وحساس شويه، يا ريت ما يطلعش برانا. انا المره دي جايب لك نسيمه مراتي. نسيمه من فتره كده كان جالها اكتئاب شديد قوي لدرجه انها حاولت تنتحر. المهم دخلت المستشفى وتعالجت وطلعت كويسه قوي. معرفش ايه اللي حصل، من كام يوم اتنكست تاني، بتقول كلام غريب وتتهمني اتهامات غريبه. يعني مثلا اتهمت ان انا قتلت نادر. نادر ده جوزها الاولاني. حاولت معاها كل المحاولات، يهديكي يرضيكي، مفيش فايده. تعبت مش عارف اعمل ايه. ما تقلقش يا سليمان بيه، احنا هنتصرف ونعمل لها اللازم. يا حبيبي انت مش محتاج توصيه، دي مراتي، عايز معامله 5 نجوم. ما تنعاش هم. طيب وبالنسبه للكهرباء؟ كهرباء ايه يا يحيى؟ بقول لك معامله 5 نجوم تقول لي كهرباء؟ انسى موضوع الكهرباء ده خالص. استغل سليمان محاولة الانتحار ليصنع تاريخا جديدا لي أقوم فيه بدور الضحية المسكينة ويكون هو منقذي.